السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ضربت واحد الدورة من جهة ديال واحد جهة يقولوا لها ورطاس، وراني التقطت بعض الصور من هذه الجهة. غادي نوري لكم واحد الاخر سكن اقتصادي. ها هو واحد سكن اقتصادي دايرين بحال السكن الاقتصادي تاع برجوا واللوت. بالنسبة اللي بغى يشري هنايا الاخر هذا سكنة زينة هنايا، اللي بغى يسكن هنا في هذا الموضوع مزيان مخير هضرة محتار. واش غادي نقول، هاد البلاصة يعني مزيانة بزاف. هاد البلاصة سميتها ورطاس، كانت بكري غير خلع منا، كانوا يعني كنا نجيو مع مواتنا من كنا صغار، كنا نزور واحد الوالي منا سميتو سيدي علي بن يخلف، وكانت هاد البلاصة خاوية منا. واليوم تبارك الله راكو تشوفوا البني زاد كبر، وهاد البلاصة باش زينة يعني قدامها الجبل ومفصليها الجبل، وعطي واحد المنظر زين زين بزاف. كاينة واحد الغابة وفي الجبل قريبة بزاف، وكاين واد ورطاس ما بين الجبال وهاد السكنة الجديدة هنايا. ها السكنة تبارك الله، شوفو ها السكنة تبارك الله، شوفو الملاعب الحضارية للقرب في أطورطاس. ملعب ديال الكرة ويا كان مختار ملعب ديال الكرة هذا. الله هيدا زينة الدعوة هنا. حب الوطن من الإيمان، هما يلعبوا هنايا. هذه دار الشباب الزلاقة ورطاس، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. شباب في مواجهة كورونا. غادي نفيطا داك الشجرة المقطعة. هنايا راهم يديرو الزيارة، الديور راهي يبنو غير شفت لي زين يعني، بارك الله الله إلا مرحبا، واسع تبان غير الزيارة.
هنايا درنا ديك المجموعه ورينا لكم العمران ورينا لكم الطفرة الثانية الجديدة. وبالنسبة للناس اللي باغي تشري في العمران سكن اقتصادي، يعني كاين هنا سكن اقتصادي زوين، يعني كاين سميتو يخرج جبال هكا انفاس ليهم، كاين جبال انفاس ليهم وكاين واحد الواد، المهم الدعوة نقية هنايا تبارك الله، يعني الدعوة نقية ومزيان.